يا سحر هاتي البخور. كده يا فيروز؟ عايزه تسيبي ماما يا فيروز؟ فيروز دخلي الشنطه دي جوه وبلاش شغل العيال ده. يلا ده بيتك فيروز واحنا اخواتك، ما يصحش تسيبينا وتمشي. فيروز انت اختنا، اختنا غصبا عن اي حد، غصبا عن التخين كمان، والورقه دي ملهاش اي لازمه خالص. اسمعي كلام اخواتك يا فيروز، استهدي بالله، هتروحي فين بس؟ سيبوني يا جماعه والنبي سيبوني، انا بجد عايزه امشي. مش منقوله من هنا فاهمة؟ إن شاء الله حتى أحبسك. يا نادية، نادية اقفلي باب الشقة. يا ماما والنبي ما تضغطيش عليا، والنبي يا ماما أنا عايزة أمشي والنبي. صالح سيبيها يا طنط، سيبيها، هي يومين كده وهتهدى، مش كده يا فيروز؟ طيب سيبوها يا جماعة، أنا هبقى معاها. كريم والنبي أنا معايا العربية بتاعتي. الحقني الحقني يا حبيبي. فيروز فيروز ما تخافيش عليها، هترجع إن شاء الله، ما تخافيش، أنا مش هسيبها. تليفونها مقفول، هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، انا كل ما اكلمها برضو تليفونها مقفول. يا ترى هي فين دلوقتي؟ طب حد من اصحابها ما عندهاش اي رقم؟ بكلم انجي ما بتردش. طب ما تسألي كريم كده يمكن يعرف حد. سألته بيقول لي برضه تليفونها مقفول. يا حبيبتي يا حبيبتي هترجع يا حبيبتي، والله هترجع. يلا ادخل رضي. هو اللي غلط فيا الأول. معلش يا رشدي، أنت الكبير العاقل فينا. حاضر. حقك عليا يا حسن. أنا طبعًا ما أقصدش إني أطردك من بيت أبوك، بس أنت اللي عصبتني يا أخي. فهو كان ينفع إن أنتوا تخبوا علينا سر زي ده، ولا كأننا غربة يا جدع. ليه يا حسن؟ أنت رجعت للسجاير تاني؟ مش كنت بطلت؟ بقولك يا عمر، مش عايز أي نصايح من أي حد دلوقتي لو سمحت. حاضر. يا ابني افهم أنت وهو. انتوا كنتوا عيال صغيرة، ما كنتوش فاهمين ولا واعيين لأي حاجة، وأبوكم الله يرحمه كان موصيني ما افتحش بقي بكلمة واحدة عن الموضوع ده طول ما أنا عايش. لكن المحامي يعرف عادي، فيروز تعرف وتسيب البيت برضه عادي. أمك اللي اديت له الصندوق، لقيته بيكلمني بيقول لي في ورقة مهمة ممكن تعمل مشكلة، أبعتها على الجروب ولا لأ؟ قلت له ابعتها، معرفش الورقة مكتوب فيها إيه، ما كنتش فاضي يا أخي. يا جماعة نصيبنا جه كده، وأكيد ربنا ليه حكمة إنه يكشف السر دلوقتي، مش كده ولا إيه؟ أنت السبب في كل اللي بيحصل يا رشدي. أيوه أنت السبب. كانش ينفع فيروز تشوف ورقة زي دي أبدا. قعدت عامل لنا الكبير، اللي شايل الدنيا كلها فوق كتافك، لحد ما طربقتها فوق دماغنا كلنا. برضو يا حسن، برضو مصمم تغلط فيا؟ أنت ما كانش ينفع تعرف أي حاجة عن الموضوع ده، عارف ليه؟ كنت جريت على مراتك وقلت لها على كل حاجة، وأنت كمان كنت رحت لفيروز وقلت لها. أنا مراتي لغاية دلوقتي ما بتعرفش كلمة واحدة عن الموضوع ده. يعني إيه أجري أروح أقول لمراتي؟ أنت اتجننت يا عمار؟ أنتوا اتجننتوا ولا إيه يا حسن؟ بس أنتوا اتجننتوا عمار، أنت بتسمع أبوه ليه ولا إيه؟ إيه يا ولاد اللي أنتوا بتعملوه ده؟ جرى إيه يا ولاد؟ جرى إيه؟ إيه اللي جرى لكم؟ بتقطعوا نفسكم قدامي؟ ده بدل ما تروحوا تدوروا على أخطاكم. معلش يا حبيبتي، معلش 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 يا حبيبتي. تعالي تعالي يا ام سباحه، معلش. اهدي يا ماما، تعالي تعالي. يلا يا حسن، يلا يا حسن، يلا بينا عشان مخلفه رجاله.